في مراكش الآن نتابع تصريحا للبروفيسور لحسن البخاني مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، والذي تحدث عن وضعية المصابين الذين استقبلهم المركز. يعني بعد أسبوع من الزلزال الحالة مستقرة، يعني عدد الضحايا الذين يفيدون على المستشفى في تراجع مستمر بالمقارنة مع الأيام الأولى. أغلبية الحالات استفادت من العلاجات الضرورية وغادرت المستشفى، دونك ما الحالات المتبقية بالمستشفى تتمثل للشفاء الحمد لله. حالة الإنعاش يعني الحالة الحرجة والإنعاش لم يتبقى إلى 13 مريض تحت الرعاية المركزة، ليس هناك أي حد في لائحة الانتظار أو ينتظر الجراحة. يعني الحمد لله الأطقم الطبية والشبه الطبية قامت بمجهود جبار من أجل تقديم جميع الإسعافات والعلاجات الضرورية لجميع الضحايا.